أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ نصر أبو حبر، قناة الأستاذ الناجح، تلميذ الثانية متوسط، نواصل معكم سلسلة دروس مادة اللغة العربية، ولمن يبحث عن بقية الدروس التي شرحتها سابقا في مادتي اللغة العربية والرياضيات بالنسبة لكل الأقسام التي درستها سابقا من السنة الثالثة ابتدائي إلى غاية هذه السنة سنة الثانية متوسط، تجدون روابطها في صندوق الوصف وفي أول تعليق. كطلب بسيط اضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو. درسنا اليوم درس مهم جدا، لأنه دائما ما يطرح ضمن أسئلة الفروض والاختبارات، فالمرجو منك متابعة هذا الفيديو كاملا لكي تفهم بني وتثبت معلوماتك. تابع معي. في اللغة العربية كما نعلم أن الاسم يقسم إلى عدة أقسام، وما سنركز عليها اليوم وهو الاسم الجامد والاسم المشتق. الاسم الجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره، أي أنه لم يؤخذ من فعل، وهذا الاسم الجامد في حد ذاته يقسم إلى قسمين، اسم ذات واسم معنى. فاسم ذات يدرك بالحواس، تابع معي جيدا، يدرك بالحواس، مثل رجل، شجرة، قلم، شجرة إلى آخره. نأخذ مثالا بسيطا عن اسم ذات يدرك بالحواس. هذا أمامكم ماذا؟ قلم. هل ترون هذا القلم؟ نعم، هذا القلم يمكنني رؤيته ويمكنني مسكه، أي أنني أدركته بماذا أعزائي التلاميذ؟ بالحواس. لو مر أمامي الآن رجل، هل أراه؟ نعم، يمكنني رؤيته. وإذا كان واقفا أمامي، هل يمكنني أن ألمسه؟ نعم، أدركته بالحواس. فهذا اسم ذات وهو اسم جامد. فماذا عن اسم معنى؟ اسم معنى يدرك بالعقل. الأول يدرك بالحواس وهذا يدرك بالعقل. ما معنى ذلك؟ الحق، الصبر، الوفاء، العلم إلى آخر. نأخذ مثلا الصبر. الصبر أعزائي التلاميذ، صراحة هل يمكن أن ألمس الصبر وأشعر به بين يدي؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنني أدركته بعقلي. أيضا الوفاء، هل يمكن أن ألمسه بيدي؟ مستحيل، لأنه يدرك بالعقل. إذن هذا ما يسمى الاسم الجامد، وهو لم يؤخذ من غيره. أيضا الاسم المشتق، وهو الذي سنتعمق فيه أكثر فأكثر. فالاسم المشتق على عكس الأول هو الذي أخذ من غيره، هنا لم يؤخذ من غيره، ويدل على شيء موصوف بصفة. ما معنى ذلك؟ تابع معي الأمثلة. سائل، من الفعل سأل، ستجيب نفسك سأل، أي أخذناه من الفعل سأل. كاتب، أخذناه من الفعل كتب. مجلس، من الفعل جلس. مجهر، من الفعل جهر. إذن كل هذه الأسماء تم أخذها من غيرها، لهذا تسمى الاسم المشتق. أكيد الكثير منكم سيسأل كيف يمكنني استخراج الاسم المشتق من السند أو النص في الامتحان. ما عليك إلا حفظ ما سأقدمه لك الآن، ومع المداومة ومع التكرار ستثبت هذه المعلومات بإذن الله تعالى. الاسم المشتق يمكن أن يكون اسم فاعل. اسم الفاعل درسناه سابقا. اسم الفاعل يصاغ من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. سأعطيكم أمثلة لكي تتذكروا. الكثير منكم أكيد سيسأل كيف سأستخرج الاسم المشتق وكيف أميزه ضمن كلمات السند أو النص في الاختبار. ما عليك إلا حفظ هذه المعلومات. يمكن للاسم المشتق أن يكون اسم فاعل.
تذكرتموه أم لا؟ درسناه سابقا. اسم الفاعل يساغ من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. أعطيكم أمثلة. عندنا صائم، عالم، واقف، كل هذه الأسماء تم صياغتها من الأفعال الثلاثية، صام، علم، وقف. وأيضا يمكن صياغته من الأفعال غير الثلاثية بهذه الطريقة: مستشرق، متعلم، مستشرق، متعلم، مطمئن. أعيد: مستشرق، متعلم، مطمئن. كل هذه الأسماء أسماء مشتقة وهي ضمن اسم الفاعل. أيضا أعزائي التلاميذ، ضمن الاسم المشتق يوجد اسم المفعول، والاسم المفعول أيضا يشتق من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. في الفعل الثلاثي نقول مجموع، اسم المفعول مجموع، مقروء، موجود. أيضا يمكن صياغته من الفعل غير الثلاثي عندما نقول متقن، متقن، مطاع، متقن، مطاع، مستجاب. أيضا الاسم المشتق نجده في اسم التفضيل، سندرسه في السنة الثالثة متوسط بإذن الله تعالى: أعلم، أحسن، أفضل، أجمل، أطول. أيضا بالنسبة لاسم أو اسم المكان والزمان، هذه أيضا أسماء مشتقة مثل ملعب. أيضا عندي مجلس. أيضا عندي مولد. كل هذه الأسماء أسماء مشتقة ضمن اسم المكان والزمان. أيضا أعزائي التلاميذ، توجد أسماء دالة على الأداة أو هي أسماء آلات، هذه الأسماء تعتبر أيضا أسماء مشتقة مثل الكلمة ذكرناها منذ قليل مجهر، وهذه الكلمة على وزن مفعل، مفعل، وهي مشتقة من الفعل جهر، جهر. أيضا عندنا الوزن مفعلة، مفعلة، وهي نقول اسم الآلة مطرقة. أيضا عندنا ملعقة، وهذه الأسماء أيضا مشتقة على وزن مفعلة. أيضا عندنا وزن آخر فاعلة، وهي مثل كلمة رافعة، الرافعة، وهي آلة على وزن مفعال، مفعال، وكلمة مفتاح. أيضا عندنا كالوزن فعالة، فعالة مثل سخانة. كل هذه الآلات أو الأدوات أسماء مشتقة على وزن مفعل، مفعلة، فاعلة، مفعال، وفعالة. أيضا كملاحظة بسيطة فقط أعزائي التلاميذ، ليست كل أسماء الأدوات أو الآلات أسماء مشتقة، هذه كلها أسماء مشتقة، لكن كملاحظة بسيطة مثل كلمة مثلا لو قلنا فأس، هل هي مأخوذة من غيرها؟ أعطيني فعل، الفعل الذي أخذت منه كلمة فأس، لا يوجد. مثلا أيضا عندنا سكين، هي اسم آلة لكن اسم جامد، إذن عندنا فأس.
أيضا عندنا سكين، مثلا أيضا عندنا كلمة سيف، سيف السيف الذي نستعمله في القتال، هذا ليس اسما مشتق بل اسم جامد. أرجو من الله تعالى أنني وفقت في شرح هذا الدرس، فقط المرجو منكم أعزائي التلاميذ إعادة هذا الفيديو وتدوين الملاحظات، ودمتم في رعاية الله وحفظه، سلام. أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد.